مش عارف أكتب أي حاجة يا أمي، موضوع صعب قوي. عارف يا بكار، لو قدرت تقابل سياح وتسألهم عن الحاجات اللي بيحبوها في مصر هتلاقي كلام كتير تكتبه. ما هو ما فيش سياح، عشان كده الأستاذ عايزنا نكتب الموضوع ده. أهلاً بيكوا في بلدي. معلش طبعاً هي بسيطة وإحنا على قد حالنا، بس فانتاستيك. Can we take a tour here؟ طب استنى ثانية واحدة أشوف لك حد بيتكلم أجنبي. سيدون، هو يا سيدون. يا أم شلالي، فينك يا راجل؟ أخبارك كيف الحال النايم دي؟ أنا معايا سياح. مين بتقول إيه؟ أوبا، ومش عارف أتكلم معاهم ومعهمش حد بيتكلم عربي. يا سلام عليك يا شلالي، جيت في جمل. أنا سيد من يتكلم عربي لبلب. إيه؟ وأنا كمان. جرالك إيه يا سيدون؟ قصدي يعني أنا بعرف أتكلم شوية إنجليزي من أيام ما اشتغلت في المونتاج، وكنا هنروح في دهية أنا وبكار. هما فين؟ أنا نقول يس ونو على كيفك. ويلكم تو إيجيبت. هاي، وي وود لايك تو تيك أ تور إن يور بيوتيفول فيليج. ويلكم تو إيجيبت. إيه، انت مش حافظ غيرها ولا ايه؟ لا 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 طبعا، بس هو باين عليه ضعيف في الانجليزي شويه. شوف انا هنديله واحده كمان. اي ام 12 ييرز اولد. يا ابراهيم بسرعه شويه، ده احنا رايحين ننقذ السياحه. ها ايه ده؟ معلش يا فندم، معلش، ما حدش عنده علم اننا هنعدي من هنا. حالا هتصرف حالا. يا بكار. أيوة يا خالي. أنا عندي ليك مفاجأة. تمام. إيه؟ سواه يا بكار، وجايين يزور بلدنا. واو. فارم عليك يا أم بكار، عجبهم الشغل بتاعك خالص. خلاص، يبقى كل واحد ياخد واحدة هدية. شوفي بقى يا ستي، أصل المركب اللي كانوا راكبينه عطلت بيهم وبيريحوا هنا شوية، يعني عاملين بريك. ده تلاقيهم مكلوش، يبقى لازم يتغدوا معانا. خلاص أنا ضعت. تفتكر حينقولوني حي إيه أبعد من كده يا إبراهيم؟